دورة الحمام مكان ما عندنا، ما يقبلون الشرطة والمرور، كل من يجي يقص لنا صورة للرقم يغرمنا غرامة. الغرامة جد 20,000، احنا من الصبح للمغرب ما طلع لنا 20,000، وهاي سواق الكيات كلها موجودة. تمام، احنا ايش نسوي حل؟ المشكلة انتم مسوينها، وين الحل؟ نريد لنا ساحة. الهيئة تاخذ منا 500، بحي صدام تاخذ 1000 دينار. زين بالشارع احنا نعطي 48,000، زين ما عندنا لا ساحة لا كل شيء ما عندنا، احنا بدورة الحمام بالشارع واقفين. عريت ساحات. نطلب يعني من عنا من الفوت على سوق النبي، نريد بلكي يسوون لنا ساحه يرجعونا على باب الطوب. يعني احنا نطلب من السيد المحترم المحافظ بلكي يسوي لنا ساحه. ليش وين قبل وين كنتوا انتم؟ باب الطوب. ايه ما كان اكو ازدحام هذا؟ لا ما كان اكو هنا ازدحام. هسه الاوامر شنو؟ يعني هسه الاوامر هنا شبعانين غرامات. والهيئة على الطريق يدورون وسط الخط يغرمون ما يتفاهمون. يعني تحكي مع واحد تتورط، قبل قص لك وصل. هو وين الشغل؟ قبل ما بس خالي من رخص قبل قص الوصل. من سدوا سوق النبي علينا دمرونا. يعني حتى النفرات قامت تنزلين تكاون ويانا يعني يقولوا انتوا يابا، نقول والله مو نحن. تجي على بالمرور يقول النقابه، نروح على النقابه يقول المحافظ. ما افتهمنا ايش حيصير بينا، هسه هاي مو وضعيه. اي هاي مو وضعيه، كنا نجي نفتر قبل على السوق نفوت نحمل ونطلع. خلي المسؤولين يسمعون الحل، شنو الحل؟ والله الحل او يفتحوا لنا السوق النبي او يلقون لنا حل، لان هاي ما وضعيه هنا. احنا نناشد السيد المحافظ انه كان داخل سوق النبي اكو ساحات فارقه يفوتون السيارات اللي ما بيها اي فائده، احنا نفوت جوا ونقف يمشون احنا احسن من هاي السيارات. لحق وين واقفين؟ سؤال خليني اسالك، انتم كم كيه تصيرون؟ كم عددكم؟ والله عددنا كثيرين. يعني يطلعون بال 500؟ نطلع تقريبا اكثر، 700 كيه نطلع. 700 كيه. زين 700 كيه هذول على اي خطوط تشتغلون؟ والله ماكو هسه اخذ نظام، ماكو نظام، ماكو نظام. الهيئه ياخذون من كل واحد 500 دينار، نقف من قاد ياخذون 500، نقف هنا ياخذون 500. يصير ونظام ماكو. يصير انتم تشتغلون بلا نظام؟ ما احنا ونظام ماكو، ما يصير نشتغل بلا نظام، بس نظام ماكو. منو يسوي لكم النظام؟ هم الهيئه المفروض يسوون النظام. والله يا اخي تقول لهم لاهل الكيات يابا الشارع ترى كله 7 امتار، يقف سيره ويرجع الاخ يطبق ورا يسدوا لي الشارع. الهيئه تيجي هنا يقول عاملين لهم قراج بقبال سوق النبي، بالنبي يونس، بقبال سوق النبي يونس، بقبال النبي يونس، عاملين لهم قراج وهنا يمنعوهم، بس هم يرجعون هم يقفون. الهيئه تيجي تطلعهم الشرطه والمرور وما يطيقوا لهم. يعني عندهم قراجهم؟ قراج بقبال النبي يونس. اكو سيارات حمل تيجي من هنا محمله، بس غادي السيره طويل يجون يحملوني هنا. ابو الهيئه قال لنا